مساء السلام بيك، نورنا. تحياتي لكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي للكباتن الكبار كابتن شفاعة عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن علاء عبد الرحمن، كابتن بلال. نورنا كابتن دايما. اهلا بيك. مبروك النادي الاهلي كابتن على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي غزل المحله. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم في الحالات خلينا نتكلم في الظاهره بتاعت المباراه النهارده، وهي ظاهره الفار. واحنا بنتكلم على بروتوكول الفار بنفكر الناس يا كابتن بلال، ايه الفار تاني؟ بنقول تاني بنفكر الفار بيتدخل في ايه؟ في الحالات الظاهره الواضحه الغائبه عن الحكم. مظبوط. تاني يا جماعه بنقول ان الفار النهارده معانا حالات كتيره جدا هنشوفها ونلاقي ان الفار تدخل غير مبرر. الحالات الظاهره والواضحه والغائبه اعتقد النهارده الفار تدخل مش طبقا للبروتوكول، تدخل خاطئ في اكثر من حاله. صحيح. يعني انا عندي النهارده كابتن ايمن حاله شناوي، حاله غريبه جدا. يعني انا النهارده لما الحكم يسمح باستمرار اللعب والحارس ينجح في لعب الكوره، نجح شناوي لعب زق الكوره ونجح في لعب الكوره. صحيح. خلاص مفيش بقى فرصه محققه. مزبوط. الحكم النهارده الحنفي ادى مباراه كويسه جدا جدا، افاجئ الاقي النهارده ان محمود حسين اللي على الفار بيستدعي الحكم عشان يقول له ان دي محتاجه كارت احمر. ممكن. طب هنجيب اللعبه ونشوف. ركله جزاء واضحه جدا جدا لاكرم النهارده. صح. واضحه جدا. الفار المفروض انك انت تجيبه في اللقطه، ما جبتش في اللقطه. بالزبط. انت جبت في لقطه الشناوي اللي مفيش فيها مخالفه. صح. عندنا لقطه ثانيه الدهس على الساق ودي واضحه جدا جدا وما جابش فيها الحكم. حالات معانا كابتن بلال حاله، وزي ما قلنا احنا بنقف مع الحكام، ولكن الفار لابد ان يكون في وقفه لحكام الفار. الحكام النهارده كان عندنا الحنفي حكم المباراه، سامي هلهل المساعد رقم واحد، احمد رشدي ده من الوادي الجديد يا كابتن بلال. النهارده هايل النهارده احمد رشدي من الوادي الجديد، عمل لقطتين حلوين جدا جدا اللي هم الحالتين اللي لغى فيهم الهدف. وعندنا هشام الفلال حكم رابع، على الفار كان محمود بسوني اللي كان موجود وهو منوط بالحالات النهارده اللي كانت موجوده. الحاله الاولى نشوف الحاله الاولى معانا. هنا اكرم بيستخلص وبيعدي ونبص نلاقي هنا الدخول بتهور، انذار واضح جدا جدا محمد قريب، وحتى اللاعب عنده قناعه بالانذار ما فيش اعتراض، وبالتالي هنا قرار صحيح من محمد الحنفي. هنشوف هنا، نشوف هنا اكرم معدي، وبعدين هنا التاكلنج بالرجلين يا كابتن شريف، بص برجل الشمال واليمين الاثنين واخدين. خليه يكملها كمان، انذار للتهور. بص يكملها بقى بعدين. بالظبط. تمام، انذار للتهور وانذار صحيح في هذه الحاله. حاله ثانيه شوف هنا الراجل بيستخلص وبيروح، وهنلاقي اعتراض غريب جدا 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 يا كابتن بلال. انا بس هستأذنك الاول، هرجع بالحاله ديت واحاول هو ادى الانذار هنا ليه. نمشي بقى، نمشي تمام 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 ستوب. هو هنا الراجل ده لو عدى ان لم ترتكب هذه المخالفه يا كابتن علاء، كابتن عادل، الراجل ده عنده فرصه واوبشن يروح يعمل دريبل، يعدي يعمل باص الناحيه الثانيه. اذا هنا في تعطيل للهجوم الواحد. يعني هنا انذار هنا الحنفي مديه للراجل دوت ارتكب مخالفه لتعطيل الهجوم الواحد، وبالتالي هنا اشهر البطاقه الصفر. والقرار كان قرار صحيح. يعني لاعب النادي الاهلي النهارده لو مر هيبقى عنده فرصه يعدي من هنا او يعمل باص الناحيه الثانيه، وبالتالي هنا طبقا للقانون الانذار كان صحيح. نشوف بقى المخالفه، ونشوف المخالفه واضحه جدا 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 كمان. هنا اعتراض على الحنفي، هو يعني على اساس ان هو يعني تاثير على الحكم في القرار، ولكن هنا كان القرار صحيح بانذار اللاعب. وبقول يعني مفيش فايده من الاعتراض يا جماعه، لان الحكم خد القرار ومش هيقدر يرجع في قراره مره ثانيه. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف حاله بردك من الحالات المهمه، ونشوف هنا بردك ان احتسب محمد وممكن قريب جدا جدا جدا، وده فاول بالمعيار، هو المعيار اللي ادى فيه الحنفي البطاقتين. تعال نشوف المخالفه ديت بقى. نشوف المخالفه هنا، لاعب النادي الاهلي عدى تمام، ونشوف هنا التهور موجود من لاعب المحله. نشوف المخالفه هنا، الدهس موجود في الرجل وبعدين نزل على رجليه، ممكن تسبب اصابه كبيره جدا، لكن هنا الحنفي بقول له حنفي دي كانت تستوجب البطاقه، ولكن انت احتسبت المخالفه وما اديتش البطاقه، ودي لابد انك انت كنت تدي فيها البطاقه الصفر. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات مهمه جدا، هرجع بس هقف تاني معلش سامحني ستوب.
نمشي شويه كمان. انا عاوز بس اشوف المساعد 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 بس. كابتن هنا المساعد، كابتن عمل ايه؟ رفع خلاص. بس يا كابتن هو رفعته كده غلط تمام؟ توقيت الرفع غلط ولا هو توقيت الرفع مظبوط؟ برافو، سؤال. انت عاوز تقول ان هو كان ممكن يسمح باستمرار اللعب، يعمل الديلي وبعد كده يرفع. طيب هنجيب اللعبه دي كابتن احمد من الزاويه الجانبيه ونشوف هو متاكد وقفته صح. تمام ماشي، مالهاش علاقه بالتاكد يا كابتن. تعالى لحظه اللمسه بس. هو سؤال لاحمد بلال جميل جدا. يلا تاني 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 ستوب بس. يلا انت رايك ايه؟ هي اوفسايد يا كابتن، واضحه واضحه مليار في الميه. دي من حالات يا كابتن بلال اللي هي مش محتاجه انك انت تعمل ديلي. ليه؟ هنا خط منطقه الجزاء هنا موضح كويس قوي قوي. لا لا اللي انا اقصده يا كابتن، هل البروتوكول بيقول لك لازم تستنى ولا ممكن يعني؟ طيب برافو. انا هستنى امتى؟ عارف امتى؟ لو في لاعب زميل اللاعب ده جاي من تحت ممكن استنى. اوكي ممكن استنى لان اللاعب دوت في موقف تسلل. هحاسبه امتى؟ لما يتداخل. تمام، هو هنا اللاعب لوحده، في زميل جاي وهنا استلم خلاص، هو استلم ولعب ولعب، وبالتالي انا كحكم مساعد اللعبه مش محتاجه ان انا اتدخل في مشاكل مالهاش علاقه. تمام، والرايه طلعت هنا الحنفي اخر شويه. هقول لك اخر ليه؟ لو تفتكر لعبه جوميز، لو تفتكر في ماتش النادي الاهلي لما المساعد رفع وهو جوميز مشى اللعب وحسب هدف. هو يمكن الحنفي هنا قال لك ايه؟ يمكن الرايه تطلع مش مظبوطه. لو انا صفرت النهارده وجه هدف هتبقى مشكله. صحيح. فهو يمكن الحنفي مشى اللعب واخر الصفاره، وبالتالي هنا كان القرار كان صحيح من الحكم المساعد. الحاله بعد كده حاله جميله جدا جدا. وشفت هنا بردك محمد، هنا حتى اسلوب الدخول واضح جدا جدا، التهور وهنا والتاكلنج موجود. ده الانذار ما فيش فيه فصال يا محمد. هو رتمك يعني رتم محمد يمكن يعني بيخلي اللعبه يتواصل كتير، ولكن هذا الاسلوب في اللعبه ديت كانت تستوجب البطاقه الصفراء. طبعا هو احتسب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه الصفراء. الحاله بعد كده، الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا جدا. نشوف هنا من اول خالص، هنا في مخالفه كابتن، هنا اهي موجوده، ولكن طبعا هنا اللعب مشي. مش هنحاسبك على الاخطاء الصغيره ديت، ولكن خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. يلا هنا الحاله دي مهمه جدا عند احمد رشدي المساعد رقم 2. وهنا هو سمح هنا بقى. بص يا كابتن بلال، هو استنى هنا بقى، استنى وبعدين لما جه الهدف راح اشار. ليه بقى استنى هنا؟ اللعبه هنا صعبه قوي، فيها شك. صعبه. تعال نشوفها كده من الزاويه العكسيه ونشوف. تعال نشوف كده لحظه استلام. بص يا كابتن هنا بقى ايه؟ صحيح. فيها زي الاولانيه. الاولانيه مثلا فرق فيها 3 يارد او 4 يارد، هنا الفرق بخطوه. مظبوط، هو طبق هنا البروتوكول، ولكن هنا التسلل موجود وقرار صحيح من احمد رشدي الحكم المساعد رقم 2. كابتن بالخبرات كده اسالك سؤال بعد اذن حضرتك. ايوه كابتن. عدد الكاميرات النهارده قد ايه؟ كاميرات النهارده يا كابتن ممكن تكون من 8. من 8 يعني 8 8 يعني هي ابتدت في ماتشات بتلعب بسته، ولكن النهارده 8 نتيجه ان الكاميرات النهارده في ماتشات كتير النهارده كابتن ايمن بتتلعب. خلي بالك النهارده كان في تقريبا 4 ماتشات. ايوه ف 8 يعني ماشي، بس اهم حاجه الايه؟ الحالات لما تيجي في الفار تبقى جايه واضحه. صح. هنا قرار صحيح ليه احمد رشدي، وبالتالي هنا هنا حتى كمان الفار هنا جاب الخط والقرار باحتساب التسلل كان قرار صحيح. الحاله اللي بعد كده شوف هنا اكرم والمعيار واحد. هو هنا ادى ل عبد المنعم. ده عبد المنعم هنا طبعا هنا ده وقع غصب عنه، خد بالك. بس هنا كابتن هنا وقع غصب عنه، ده باهمال. وهنا اللاعب كان رايح بردك تعطيل هجوم واعد، وهنا الانذار انذار مستحق ل عبد المنعم، وبالتالي هنا المعيار كان معيار واحد في البطاقات بالنسبه لتعطيل الهجوم الواحد. اللي بعد كده حالة من الحالات المهمة جدا، وأنا بقول تدخل غير مبرر من الفار. نشوف يا كابتن بلال، كابتن علاء، كابتن شريف، حضرتك بتستدعي الفار عشان تقول له إن هنا في بضاعة حمراء طرد. طيب تعال نشوف مين اللي لعب الكورة يا كابتن.
نشوف. يلا خلينا نمشي فريم فريم. ماشي. بس الشناوي، الشناوي لعب كوره. هو يعني الشناوي بيتحسب على ايه؟ لاعب كوره ولا حارس مرمى؟ ما هو مش لعيب بره. لاعب يا كابتن، هو لاعب، هو بيلعب برجله، لاعب بره الصندوق. كابتن انا العبره هنا ايه؟ هو قاعد بيبعت له ليه يعني؟ عشان يا كابتن فيها طرد دي لو على الشناوي، عشان اخر لعيب في الملعب. هو بقى بره الصندوق اخر لعيب عادي. لا لا بص يا كابتن، بص يا كابتن، ده اخر لعيب في الملعب. تعالى هنا، هنا ستوب ستوب. طبعا يا كابتن هنا لو كان اللعيب اللي واخدها ده فيها جول، لو كان في مخالفه من الشناوي مظبوط، كان حاجه اسمها يعني منع فرصه محققه لتسجيل الهدف، تستدعي الكارت، تستدعي طرد بتحمر طبعا مظبوط. ولكن هنا الشناوي لعب الكوره وما كان يجب عليك انك انت كبار تستدعي، وما عرفوش يحطوها في الجول. بتستدعي ليه؟ وبعدين حتى كمان الحنف ادى استمرار او ادى تحت فرصه، مش فاهم يعني. انت بتجيب الحكم بتعمل له مشكله من لا مشكله. صحيح، حكم ماشي كويس، تدخل في قرارات كده يعني غريبه. هنا بص تاني، هو هنشوف. بص يا كابتن هنا، يلا 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 اهو زق الكوره خلاص. صح. الحاله بعد كده حاله يعني انت بتتدخل في حاجه غريبه جدا، وهنا ما تدخلتش ولا جاب حاجه. محيراني بجد يا كابتن، بجد غريبه جدا. صحيح. والفار ما جابوش. غريبه جدا يعني، الفار ما شافهاش. شافها كل حاجه. انا بتكلم على البار كابتن. ايوه. فين فين الكاميرا اللي من ورا يا كابتن دي، ولا الكاميرات اللي فين؟ بص يا كابتن هنا الركبه، في الركبه. اه ركله جزاء سهله جدا جدا، يمكن الحنفي ما عندوش تفاصيلها. ومعذور واللازمان. بس اللايزمان ممكن يديه. بص يا كابتن انا عندي الفار بقى خلاص، يعني الفار ادق. ايوه. لان دي تفاصيل صغيره. دي ركله جزاء لم تحتسب لاكرم نتيجه عدم تدخل الفار. هنا النهارده المشكله كلها كابتن كانت الفار، وزي ما قلت النتيجه احيانا بتبقى 2-0 مريحه الدنيا كلها. صحيح. لكن ماذا لو طرد الشناوي؟ صح. لو جه جول النتيجه بقت 2-1 كهرب الماتش، الدنيا كلها كانت مش هتبقى كويسه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفار يتدخل طبقا للبروتوكول، بس كابتن احمد ما يالفش من دماغه ويتدخل ويعمل مشكله للحكم. مبروك النادي الاهلي، اتمنى التحكيم ان شاء الله في الفتره الجايه يكون افضل، ونتمنى يكون في كاس العالم نستفيد من دروس حكام كاس العالم. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرا جزيلا.